بعيدا عن العلاقة اليونانية الصينية، وبعدما فشلت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها المضلل الحشدي ضد الدولة على مدى الأسابيع الماضية، صعدت من دعواتها إلى ممارسة العنف ضد الدولة. ولكن دائما ما كانت مصر عبر الواقع الذي يترجم بإنجازات مختلفة تتكفل بالرد على كل هذه الدعوات. الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتورة ليلى، أهلا وسهلا بحضرتك. هل هناك استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها الرد على هذه المزاعم أو الرد على الإعلام المضاد، ولا يترك الأمر كل على حسب اجتهاده وفهمه؟ لا، وطبعا الحقائق لما بتعلن بتدحض كل شائعة وكل أخبار زائفة وكاذبة. يعني إحنا لما بيبقى فيه باستمرار من خلال كل وسائل الإعلام المختلفة نشر للحقائق وما يحدث على أرض الواقع بشكل مستمر ومخطط، في الحقيقة أن ده وطبعا حضرتك بتتنقل لأماكن الأحداث، بتصور الحدث في الواقع، بترد على أي أكاذيب فورا، فطبعا ده بيخلي أن هم طبعا بيفتقروا إلى المصداقية، لأن هم أصلا خصومنا وأعدائنا. دكتورة ليلى، أنا سأقود حضرتك لأنه ثبت أكاذيب كثيرة. نعم. يعني كل ما يقولوا حاجة تطلع كذب. يعني طيب، أنا سأقود حضرتك إلى دراسة كانت قد أظهرتها إحدى الدارسات المعنيات بشؤون الإعلام، وكانت في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم الأخير في العام الماضي، وأشارت واسمها الدكتورة فاطمة الزهراء لو أنا متذكر الاسم بشكل دقيق، أن الدراسات في إحدى الجامعات الأمريكية أشارت إلى أن الأخبار الكاذبة أو الزائفة التي تروج لها قدر من المقبولية أو الرواج لدى الذهنية العامة بنسبة تزيد بنحو 70% عن الأخبار الحقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالإعلام الجديد أو النيو ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. إذا كانت هذه الدراسة مقنعة بالنسبة لحضرتك، فكيف يمكن التعامل معها أيضا؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، انت في الاول لما انت بتطلع شائعات بتكون جايب جزء صغير من الحقيقه وباني عليه، وثم ان هناك في وقت بيظل مستمر ما بين الحقيقه، ما بين الكذب اللي اتقال وما بين الرد عليه بالحقائق، فضلا عن انه دايما الاخبار اللي بتقوم على الشائعات والاخبار الزائفه بتقوم على امور مرتبطه بحياه الانسان، والعواطف والمشاعر فيها جزء مهم جدا، بتخاطب حاجاته المختلفه النفسيه، فبالتالي معاناته، متاعبه، في عنده مشكله في حاجه ما، في عنده احساس بالخوف من شيء ما، فهم بيستغلوا هذا النوع، ولذلك هي بتبقى بمجرد ما بتتقال وخصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتتصدق في الاول، لو وبتظل في مجموعه. طبعا في دراسات ثانيه يعني اتعملت على العالم وبتقول ان المصريين من اكثر الشعوب اللي بتصدق يعني. فطبعا ده محتاج صراحه حقيقي ان احنا نتعامل بشكل مختلف مع خصوصيه الشعب المصري ونفسيته، وازاي ان احنا نغير بشكل مدروس نظرته للامور. يعني مش كل حاجه يصدقها، احنا عايزين مش كل حاجه نشك فيها ومش كل حاجه نصدقها، لكن لو احنا استخدمنا عقلنا، استخدمنا المنطق وشايفين قدامنا الواقع. يعني انا بستغرب ان في ناس احيانا بتصدق شائعات وهي قدامها الواقع بيكذبها وما هياش مرتبطه اصلا بالواقع. فبالتالي المساله محتاجه جهد اكبر، باننا الشغل بتاعنا يبقى شغل مخطط ومدروس ومبني على فهم نفسيه الانسان المصري. طبعا ما هوش حاجه واحده، انت عندك فئات مختلفه، يعني المفروض يبقى عندنا دراسات بتقول مين اللي بيصدقوا اكتر، بيصدقوا ايه اكتر، زي ما في العالم. طبعا انا بتمنى يعني طبعا ان الباحثين عندنا يهتموا بهذه الجزئيه وتتبني عليها خططنا الاعلاميه في نشر الحقائق والرد على الشائعات والاكاذيب. طيب دكتوره ليلى، هناك من يقول بان تجاوز بعض الشائعات التي يتم ترويجها ربما يشكل هدما لهذه الشائعه في حد ذاتها، بينما التعامل مع بعض هذه الشائعات قد يشكل تسليطا للضوء عليها بشكل غير مقصود مع اي المسارين حضرتك تميلي. هو طبعا العلماء والباحثين في هذا المجال والخبراء بيقولوا ان مش كل حاجه ترد عليها. نعم. يعني انت لازم يكون عندك تقدير موقف ودراسه للحاله اللي قدامك، هل الافضل انك انت ترد عليها ولا ان انت تتجاهلها فتموت موتا سريعا؟ لكن مش كل الحاجات ممكن تموت لو انت طيب تجاهلتها، بالعكس. ما هو المعيار الحاكم؟ تجاهلها قد يوحي بانها صحيحه. المعيار الحاكم للتفرقه بين ما يمكن تجاوزه لانه يعني ربما امر تافه لا يستحق الوقوف عنده او ربما في الوقوف عنده مضار اكبر من الرد عليها، وبين ما يتعين الرد عليه باستراتيجيه محكمه، ما هو المعيار؟ لما تكون الشائعه اللي طالعه ما هياش واصله للجماهير بشكل كبير،
فانت لما بتيجي تكذبها وتتكلم عنها كانك انت بتساعد في نشرها اولا، وربما بعض الناس حتى يتشككوا وانت بتصحح. فانت بتشوف الشائعه دي واصله عند مين. ولذلك يعني طبعا عندنا لازم نهتم بالجزئيه دي، يعني لازم يبقى عندنا ناس متخصصين في هذا الكلام وبيحددوا لنا، وخصوصا ان في بعض الناس احنا بنيجي نرد عليهم فبنعمل لهم شهره وبنخليهم نجوم وهم اصلا ولا حاجه. فممكن قوي ان انت ترد على الحاجه في سياق مختلف، يعني مش لازم تقول ان في كذا كذا 12 واحنا بنصححه، لا قول الحقائق بدون ما يعني بعض الحالات ده بيكون الاسلوب، ان انت تقول الحقائق اللي متصله بما انتشر من شائعه بدون ما تشير الى الشائعه أخيرا، بدون ما تشير الى صاحبها. اخيرا دكتوره ليلى، بعد اذن حضرتك، هل سلاح الشائعات سلاح فعال وناجع مع كل المجتمعات، ولا هناك مجتمعات استطاعت ان تبني سياجا فكريا او مجتمعيا لهذه المجتمعات وبالتالي مستوى النفاذ للشائعات داخل هذه المجتمعات اقل؟ شوف احنا في النهايه كلنا بشر وبنتاثر، لان الشائعه بتلعب على الامور النفسيه والجوانب النفسيه فبتاثر لكن الفرق هو درجات مختلفه من التاثر، وده بيرجع للوعي، حجم الوعي عند شعب معين، شخصيته في النظر للامور، ان هو ما يعني متعود ان هو كل حاجه يستخدم المنطق والعقل وليس العواطف بس. لما بيبقى شعب من هذا النوع بتبقى درجه تاثره بالشائعات اقل. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره ليلى عبد المجيد، استاذه الاعلام في جامعه القاهره، وعبر الهاتف ايضا الاستاذ علي بكر الباحث في شؤون الجماعات المسلحه في جريده الاهرام ينضم الينا عبر هذه الجماعات الارهابيه والمسلحه بطبيعه الحال. استاذ علي اهلا وسهلا بحضرتك. سلاح الاعلام منذ متى تم توظيفه خدمه لهذه الايديولوجيات او لهذه الجماعات؟ استرخيك عذرا للسؤال مره اخرى لم اسمع. اسال حضرتك عن اللحظه التي عندها بدات تلك الجماعات توظيف سلاح الاعلام خدمه لايديولوجياتها ولانشطتها. لا يعني انا في تقديري ان سلاح الاعلام ولد مع بدايه نشاط هذه الجماعات المتطرفه ومع بدايه جماعه الاخوان المسلمين، ولكن بصور مختلفه. عندما بدات الجماعه بدا مع سلاحها الاعلامي بما كان يتلائم ويتوائم مع تلك المرحلة التي كانت تعيش فيها الجماعة، فكانت تحرص دائما على الندوات واللقاءات وما يسموها اللقاءات الأسبوعية، وحرص أيضا على أن تؤسس لها بعض الجرائد التي تصدر باسمها، فضلا عن أن يكون لها وكلاء في كل منطقة من المناطق وكل محافظة من المحافظات يستطيع أن تنقل الأخبار وتبث ما تريده من أمور ومعلومات وشائعات تخدم مصالحها. وقد تطور السلاح الإعلامي مع تطور يعني حضرتك لا تفصل هذه الأنشطة أو هذه الجهود التي قد تبدو بدائية مع نشاط توظيف وسائل الإعلام في عصرنا الحالي. لا طبعا ده هي جزء أصيل، لأنها كانت هي الأسلحة الإعلامية المتاحة في تلك المرحلة، وتطورت هذه الأسلحة إلى أن وصلنا إلى الجيل الأخير مؤخرا من التنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة، والتي صار بعضها يعتمد بجزء كبير على السلاح الإعلام وما شابه ذلك، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك. ولنا في خير دليل على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش الذي كان يعني ينشط بشكل كبير جدا قبل انحساره الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، ويصدر الإصدارات المختلفة بالعربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية وما شابه ذلك. أيضا بدأت التنظيمات بشكل عام وممكن على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية محاولة يعني استخدام ما يطلق عليه البعض جيل أجيال الحروب من الجيل الخامس والرابع. وحضرتك بتستعرض الأنشطة الإعلامية لتنظيمات كالقاعدة أو تنظيم داعش، هذه التنظيمات عندما أصيبت بأفول أو صادفها وقت الانهيار لم تجد معها الأسلحة الإعلامية نفعا، أي الخيارات تبدو مؤهلة أكثر للمضي قدما، النشاط الإرهابي في حد ذاته هو مبعث الخطورة ولا سلاح الإعلام؟ والله هم الجماعات المتطرفة بشكل عام تعتمد على الاثنين في مسار متوازي، هي محدى معايير القوة والنشاط والتواجد عند التنظيمات الإرهابية هو شن الهجمات الإرهابية وسفك الدماء والقتل، لأنه معيار القوة الذي يجمع العناصر حوله ويجعلها تلتف حول القيادة، ولكن هذه العوامل لابد لها من آلية تسوقها وتنشرها وتجذب لها مزيدا من الأتباع حول العالم أو تجعلها تلقى تأييدا من المتطرفين حول العالم. وهنا يأتي دور الأجهزة الإعلامية والأدوار
الإعلامية لهذه الجماعات. لذلك فإن مواجهة هذه الجماعات حتى من الناحية الإعلامية هي تحتاج إلى أمرين أنا في تقديري، أو استراتيجية قائمة على محورنا. الأول هو استراتيجية المواجهة الإعلامية، بمعنى محاربة ما تبثه من أفكار ربما تهدد الأوطان والشعوب والدولة القومية، ومحاولة الرد عليها ومحاربة هذه الشائعات وتفنيدها. أما ما سواها من شائعات لا قيمة لها فأنا أرى فيها التجاهل. والمحور الثاني وهو الوقاية، الوقاية بمعنى أننا نقوم ونرشد حملات التوعية في كل وسائل الإعلام للشباب والبيوت والأسر والشارع، خاصة الشارع المصري، بما تستخدمه هذه المجموعات من آليات ووسائل لهز الدولة ولشق الصف الوطني ولمحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد. بهذين المحورين يمكننا أن نقطع شوطا لا بأس به وشوطا كبيرا في مواجهة الحرب الإعلامية للتنظيمات الإرهابية. إذا أردنا أن نتعرف عن الشريحة المستهدفة من الخطاب الإعلامي الذي يبث عبر تلك المنصات، أهو الخطاب الذي يحاول الحفاظ على أولئك المتحزبين أو المنتمين أيديولوجيا لهذه الجماعات ومحاولة يعني الربط على قلوبهم مثلا والحفاظ على لحمتهم، ولا محاولة استقطاب عناصر هي على الحياد أو لا علاقة لها بهذه الجماعات؟ هو أولا الاثنين معا، لكن تكون الأولوية دائما إذا كانت هناك القنوات مباشرة ومتخصصة. أستاذ علي معلش، يعني إحنا عانينا من تقطع في الصوت، حضرتك كنت بتتحدث عن أن الأولوية لمن؟ الأولوية دائما كل الأتباع والموالين، ثم تأتي المرحلة الثانية هي جذب عناصر جديدة. الخطاب المقدم يعني بحسب ما نتابع، بعيدا أنا لا أتحدث عن خطاب داعش عبر بعض المنصات الرقمية أو الإلكترونية، الخطاب المقدم عبر المنصات التي تبث من تركيا خطاب يبدو من الناحية الإعلامية رديء للغاية، ركيك، حجم التكرار فيه ممل وسخيف في أوقات كثيرة، بذاءة العبارات المستخدمة في أوقات عديدة أيضا يبدو منفرا للغاية. أتحدث عن جودة المنتج المقدم، كيف يمكن استقطاب عنصر ليس حركيا لدى هذه الجماعات أو التنظيمات بهذا المنتج المتواضع؟ هو بداية يعتمد بشكل أساسي كما قلنا آنفا على العناصر الموالية له أو التابعة أو المتعاطفة له، وهذه العناصر بدورها تتلقى ما تبثه هذه القنوات من مواد إعلامية برغم رداءتها وسفاهتها وقلة قيمتها، وإلى غيرهم من الناس قليل الفهم محدود الثقافة محدود التعليم وجذبهم، وبالتالي هو يحاول أن يلقي بعض الشائعات والحروب الإعلامية لعناصره والموالي لا حتى يلقوها إلى غيرهم حتى يتم استقطاب البعض تحت شعار المظلومية تارة والحق تارة والعدل تارة وما يروجونه من شائعات كاذبة. لكن أنا ليها ملحوظة بسيطة في مسألة رداءة المنتج بالنسبة لقناة تلفزيون من تركيا، فهي رديئة للغاية على الرغم أن ما ينفق عليها من قبل التنظيم الدولي ودولة قطر التي تمول أفضل هذه القنوات برغم وجودها في تركيا، يعني أموال طائلة للغاية، وهو ما يشير على أن داخل هذه القنوات فيها فساد وفساد كبير للغاية، فكل ما يهمهم هو جمع الأموال وليس حتى يعني تطوير المنتج وإخراج منتج على الأقل ذو قيمة أو له قبول من الناحية العقلانية. وتلك قصة أخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي بكر الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية في جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لك. عبر الهاتف الأستاذ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان. أستاذ أيمن، الحديث عن منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي ترفع واجهة الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح حديثا ملتبسا للغاية في السنوات الأخيرة في ضوء المواقف التي تبنتها تلك المنظمات. هل هناك تقييم منضبط لأداء هذه المنظمات؟ هل رفعت بالفعل لواء التمترس في معسكر هذه الجماعات؟ أهلا بحضرتك، اسمح لي أن أنا أرجع ورا شوية 30 يونيو، أنه جماعة الإخوان بعد 30 يونيو تنبهت لأهمية وخطورة الملف الحقوقي، فبدأت أقدمت على تسييس الملف، ولكن كان عندهم مشكلة أن هم ما عندهمش خبرة في العمل الحقوقي، فبدأ يتوجه للمنظمات الدولية الكبيرة زي Human Rights Watch والعفو الدولية عشان يتعاون معها من خلال تمويل من دول لها خلافات مع الدولة المصرية، وهنا بنتكلم على الدولة التركية والدولة القطرية، وبدأ يستخدم شباب الجماعة من الجيل الثاني والثالث في أوروبا، طبعا مستغلين بشكل كبير جدا إجاداتهم للغة الأجنبية ومعرفتهم بثقافة الدول دي وخاصة بريطانيا مهد التنظيم، عشان كده بنلاقي عدد كبير جدا يتخطى 200 منظمة تم تأسيسها في إنجلترا. ونفس الفكر ونفس المبدأ هو إن هو يبدأ يشتغل
يعني يحاول ان هو يستقطب بعض الشباب من الجيل الثاني والثالث. في اخر 4 سنوات الحقيقه لقينا ان المنظمات الحقوقيه الاخوانيه التصقت بقاعده المنظمات الدوليه الكبيره، وده تعاون مشبوه يعني من وجهه نظري بيحقق مصلحه متبادله ما بين الطرفين. المنظمات الدوليه عندها مشكله مع المجتمع الدولي زي هيومن رايتس ووتش والعرف الدوليه، ان هم المجتمع الدولي بقى على وعي مش قادر يصدق التقارير التي تصدر عن اوضاع حقوق الانسان، لان هو ما عندوش رصيدين، ما عندوش مكتب في مصر، فبدا يدور على اللمسه المصريه. هذه اللمسه المصريه اعطتها جماعه الاخوان والمنظمات الاخوانيه. على الجهه الثانيه الالتصاق ده بيفيد المنظمات الحقيقيه بشكل كبير جدا الاخوانيه، لان هو بياخد جزء من التمويل وبيبدا ان هو يكون معروف لدى المجلس الدولي. لكن هو ابجديات الرصد الحقوقي استاذ ايمن تقتضي الوجود اصلا في عين الحدث لسهوله التقييم، لسهوله الرصد، لسهوله نقل شهادات الموجودين. بالضبط. كيف امكن الوصول الى هذا؟ يعني هدي حضرتك مثلا انه اهم مثلا المفاوضات الساميه عندها مجموعه من البرامج، حوالي 10 برامج منها الاختفاء القسري. طيب هو قدر ان هو يحصل على بعض الشهادات من بعض المصريين الذين ينتمون لجماعه الاخوان، بيقولوا انه زويهم مختفين قسريا، فقدر ان هو يعمل حاله من اللغط في اروقه المجلس الدولي لحقوق الانسان على هامش الدوره 41 السنه الماضيه. وده في مشكله كمان بتعزز هذا الزخم، انه يعني في بعض الاوقات المجلس القومي او المنظمات الحقوقيه المحليه لما بتتاخر في الرد في التقارير دي بتعمل حاله من الزخم، وبيبقى في حاله من البدله داخل اروقه الامم المتحده. يعني هو بيحاول ان هو يستخدم الاليات الدوليه المتاحه له في الخارج للمنظمات اللي عندها صفه سريه ان هو يحاول. المجلس القومي لحقوق الانسان هو المعني بالرد على هذه التقارير ولا اجهزه الدوله التنفيذيه سواء كانت وزاره الداخليه او وزاره الخارجيه، اي الوزارات المعنيه؟ يعني خلينا نقول ان المجلس القومي هو احد اهم الاليات، هي اليات الوطنيه المتخصصه، احد اهم الاليات المعترف بها في المفوضيه الساميه والمجلس الدولي. الحقيقه هي الجهه غير الرسميه، وهي حلقه الربط ما بين الدوله المصريه والجهه الاداريه وزاره الداخليه والمفوضيه الساميه. وبالتالي لما بيكون في اي مشكله او تجاوز او شكوى من اي منظمه او من اي فرد كان، بيكون التوجه من المفوضيه الساميه بشكل مباشر للمجلس القومي للرد على هذه الاستفسارات او هذه المشاكل الحقوقيه. فهنا انه تاخر الرد والغياب الشبه تام طوال 5 سنوات من المجلس القومي ادى الى احداث حاله من الفراغ الحقوقي استغلتها المنظمات الدوليه المشبوهه وجماعه الاخوان والمنظمات الاخوانيه اللي اسسوا اكثر من 18 منظمه. لكن خليني اقول لحضرتك على مستوى الدول، الحقيقه انه من 3 دورات انه المجلس الدولي والدول الاعضاء اصبحوا على درايه بدور مصر الريادي في المنطقه، والحقيقه اشاده كبيره جدا للدوله المصريه في عده ملفات مهمه لم تطلب منها في العرض الدولي الشامل في 2014. نحن نتحدث على استضافه لاجئين لاكثر من 61 دوله دون اي قيد او شرط او دون اي مساعده ماديه. بنتكلم على مكافحه الارهاب في مصر ودول المنطقه، بنتكلم على مكافحه الهجره غير الشرعيه. المجتمع الدولي اصبح على وعي، ولكن هذه القيم، معلش استاذ ايمن، هذه القيم التي تطرحها مصر هل تأتي منسجمة مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، الحديث عن إيجاد مساكن بديلة لبعض أولئك الذين لم تكن لديهم المساكن اللائقة، محاربة الإرهاب بكل أوجهها، الحديث عن إيواء اللاجئين أو المهجرين من بعض الدول دون معسكرات إيواء وصهرهم في المجتمع وما إلى ذلك، هذه القيم يقبلها المجتمع الغربي باعتبارها قيم حقوق إنسان بالفعل ولا يغض الطرف عنها؟ طبعا احنا بنتكلم هنا حضرتك ان دي الحقوق الاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه، هي الحقوق التي ترسخ فكره كلمه حقوق الانسان على الارض. ليس فقط الحق في المشاركه السياسيه والعمليه الانتخابيه، بل الحق في السكن، الحق في حياه كريمه، الحق في منظومه صحيه سليمه. حتى المفوضيه الساميه والمجلس الدولي يهتم بشكل كبير جدا بالتنميه المستدامه، واحنا شفنا خطه التنميه 2030 والتي الدوله المصريه جزء منها. المشكله حضرتك انه عندما لا تستطيع من الداخل ان انت يعني في الداخل هناك في آلة إعلامية جيدة وبتوضح الصورة، ولكن مهم جدا ان يكون في إعلام متخصص قادر ان ينقل الصورة الحقيقية عما يحدث في تطور في ملف حقوق الإنسان ومشروعات التنمية اللي بتقوم بها الدولة وخدمة المواطنين. بل بالعكس بتؤمن بشكل كبير جدا، والدولة المصرية تحصل على إشادة يمكن من أهم التوصيات من مصر تقدم لها 300 توصية في 2014، 244 توصية قبلوا
بشكل كلي، منها يعني دعم ذوي الإعاقة والأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا. كل هذه الأمور استجابت لها، كل هذه التوصيات استجابت لها الدولة المصرية وسوف يتم عرضها. سريعا خليني أقول لحضرتك، لا معلش أستاذ أيمن، في مسألة الإعلام طالما حضرتك طرحتها وفكرة وجود إعلام قوي أو صوت نافذ إلى الخارج، أزمة الروهينجا في ميانمار فعل في أهل الروهينجا ما فعل، ولم يقوى أحد على المساس بقادة ميانمار مثلا ولا أون سان سوتشي، وليس لميانمار إعلام نافذ في الغرب. الانتهاكات المستمرة الإسرائيلية في حق كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي حق غيرهم، ولا يعرف أن هناك نافذة إسرائيلية إعلامية إلى الخارج. ما يقال عن معسكرات إيواء في تشينجيانغ، معسكرات كبرى لأبناء قومية الإيغور في الصين، ولم يقل أحد يوما أن للصين نافذة إعلامية يمكن من خلالها أن تنفذ إلى الخارج، وعشرات النماذج. لماذا يتم التعويل على هذا الرهان بينما هناك عشرات الأحداث التي تقول أمرا مغايرا؟ خليني أقول لحضرتك أنه بس إحنا عندنا مشكلة مع الفوضية السامية هو الإنسان والمجلس الدولي، واتكلمنا أكثر من مرة، هم بيبذلوا مجهود كبير ولكنهم دائما ما يستقوا المعلومات من طرف واحد، ويمكن دي المشكلة اللي بتقابلنا في عدد كبير من الملفات، منها الملف التركي على سبيل المثال، منها الملف القطري، في استقاء المعلومات من طرف واحد وحذرنا بشكل كبير جدا. أنا عايز أقول لحضرتك أنه الدولة المصرية هي دولة كبيرة، دولة لها ريادة في المنطقة، دولة النظر دايما عليها، لها كثير من الأعداء، لها عدد من الخلافات السياسية مع دول بتحاول بشكل، أنا بعيد كل البعد عن نظرية المؤامرة، لكن هناك من يستهدف الدولة المصرية بشكل واضح، وده كان ظهر بشكل كبير جدا في وقت حكم جماعة الإخوان وقبل 30 يونيو. أنا بشوف هنا أن الأمور دائما بتدور حسب قيمة الدولة وحسب قدرتها على التأثير. لكن فيما يخص الإعلام، أنا دائما بأؤكد فيما يخص الملف المصري مهم جدا أن يكون هناك آلة إعلامية، وإحنا شفنا قناة الجزيرة كيف تستطيع أن تؤثر بشكل كبير جدا من خلال قناة الجزيرة وقدرتها على التأثير في ليس فقط على المستوى المحلي لكن على المستوى الإقليمي والدولي. أنا الحقيقة يمكن سريعا تجربة للهيئة العامة للاستعلامات الأستاذ ضياء رشوان، الحقيقة أنه قدر أنه يتعامل بشكل جيد جدا مع عدد من الملفات المهمة ورد على عدد من التقارير الحقوقية الهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية. نتمنى أن يكون هناك في فكر إعلامي موجه إلى الخارج، لأنه أنا هدي لحضرتك مثلا أن قناة الجزيرة على سبيل المثال في الجزيرة إنجليش، أنا مقيم في جنيف كمواطن عادي، أنا بشوف أن هذه القناة بتبث وبتبث أخبار كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفي دول، وبتخدم على مصالح الدولة القطرية بشكل كبير جدا. الإعلام إحنا بنعاني أن في داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان دائما ما تبدأ المواجهة حقوقية ويحولوا جماعة الإخوان ويصوروا أن هي مواجهة حقوقية وتتحول إلى مواجهة إعلامية في النهاية عشان تشوه سمعة مصر. في الدورة الماضية من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأستاذ أيمن عقيل كنا بنتناقش معه حول ورقة مقدمة بشأن انتهاكات حقوق العمال في قطر، وتحديدا العمال الذين تهدر حقوقهم وربما يقضون وهم في أعمال البناء، وهناك ما وصف حتى أعمال السخرة بحق هؤلاء. قال إن هناك بعض الدول التي لديها رعاية من الذين قضوا وقتلوا لم يتضمنوا مع هذه الورقة، وربما عرضوها كانيبال وبنجلاديش. كيف يمكن فهم مواقف بعض الدول إزاء منطق حقوق الإنسان بشكل عام؟ خلينا أقول لحضرتك في هذا الملف تحديدا في مايو الماضي نقدر نقول أن الدولة القطرية حصلت على توصيات مهمة جدا، وكان هناك في إدانة كبيرة من عدد من الدول في التعامل مع عدة ملفات فيما يخص دعمها للإرهاب والتعامل مع العمال المهاجرين. خلينا أقول بالنسبة لي بعض الدول التي ممكن أنها غضت النظر، لأنه هناك في جوانب، أنت حضرتك لما يكون عندك عمال أو عندك مثلا عدد من المقيمين في هذه الدولة يجب أن تتعامل بمنتهى الحساسية، فممكن أن تغض النظر أو يكون هناك في جانب دبلوماسي أو إشادة حتى الإشادة مؤقتة حتى تستطيع أن أنت تتعامل مع هذا الملف. ولكن الدولة القطرية حصلت على توصيات مهمة جدا، يمكن حوالي أكثر من 30% من التوصيات التي حصلت عليها بتطالب الدولة القطرية بالتعامل بشكل جيد مع ملف العمال، لأنه في انتهاكات وتجاوزات تحدث بشكل كبير جدا، وده كمان يعني يمكن اتكلمت عليه منظمة العمل الدولية في أكثر من مرة في عدة تقارير. شكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن نصر، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، عبر الهاتف من جنيف. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضراتكم أيضا على طيب المتابعة. بعد دقائق تلتقون وجولة إخبارية مفصلة بإذن الله.